معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. كابتن محمد اهلا بيك. استاذ ابراهيم ازاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. تحياتي وتحيات الاستاذ حامد عز الدين والكابتن ربيع ياسين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حامد بيه وكابتن ربيع. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طمنا على ترتيبات مباراه الغد ان شاء الله يا كابتن محمد. لا الحمد لله الامور ماشيه على مرام. النهارده كان في الاجتماع الفني الساعه 4 وحضر ممثل النادي عن الامن كان العميد علاء صلاح الدين وهو اللي بيمثلنا في الاجتماعات اللي فاتت وهو حضر اجتماع الامن في وزاره امن اسكندريه. الحمد لله الامور ماشيه كويس. الفريق الضيف وصل بالسلامه وكان قبله كابتن سمير عدلي والحمد لله اقامتهم كويسه عشان خاطر تعيش المعامله بالمثل ان شاء الله باذن الله. ايوه وماشيين بخطوات الحمد لله ثابته باقي بس باذن الله تبقى المباراه تسعد جميع النادي الاهلي وتطمنهم وتسعدنا وربنا يكلل بقى باذن الله التعب اللي احنا بنتعبه لان هو ده الهدف الاساسي ان شاء الله افريقيا والعوده لافريقيا مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. الامن وافق على 30,000 مش كده؟ هو الامن كان في مناقشات معاه وهو طبعا عندهم وجهه نظر معينه واحنا بنشرح وجهه نظرنا وان شاء الله كل اللي احنا كده تجارب. احنا النهارده في موافقات امنيه جت لعدد من الجمهور 10,000 اللي احنا كنا متفقين عليه من البدايه. الامن ما رضاش قال لك طب هنشوف الماتش ده والمباراه دي ان شاء الله باذن الله تبقى تجربه باذن الله كويسه العوده في الجماهير والنادي الاهلي خلي بالك جمهوره هو اللي هيرجع الجمهور على مستوى الكره المصريه. أي. عشان نتكلم بمنتهى الصراحه وانا بطمن كل الناس وبطمن كل الجهات وبطمن كل اللي موجودين وبنطمن اتحاد الكوره اللي هو معانا وشريك معانا والاب الشرعي لينا. جماهير النادي الاهلي واعيه، جماهير النادي الاهلي بتبدا بدايه جديده، جماهير النادي الاهلي متعطشه اللي هتقف ورا فرقتها بتلفظ اي عناصر مندسه فيها. جماهير النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله هتحزو والجماهير كلها المصريه هتحزو زي جماهير الاهلي دايما. احنا الرائد او احنا يعني مكتوب علينا يتحمل على عاتقنا اللي الناس كلها هي اللي بتقلدنا ودايما جمهور النادي الاهلي او ضبط النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي هم اللي تابعين وكل الناس بعد كده بيقلدوهم. فان شاء الله باذن الله بكره هتبقى بدايه جديده مختلفه تماما وهن يعني انا بقول لحضرتك ان شاء الله بنراهن على هذا الكلام وهنخالف كل التوقعات وكل الناس اللي بتراهن وكل الناس اللي بتزعل على النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير قوي يا استاذ ابراهيم وانتم عارفين كده كويس بجمهوره باعضائه بادارته الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي كبير وهيفضل في عمره كبير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الجمهور اللي رايح بكره الاستاد ايه الضوابط الامنيه بالنسبه للدخول؟ الله. الممنوعات اللي تم الاتفاق عليها مع الامن مكتوب على ظهر التذكره احنا بنحط كل ما هو ممنوع على ظهر التذكره ان شاء الله باذن الله. الامن هيفتح الباب الساعه 3 هيقفل الباب الساعه 8 عشان خاطر دخول الجماهير. في بوابات تم تحديدها عشان خاطر كل واحد على ظهر التذكره بتاعته مكتوب رقم الباب اللي هيخش منه تسهيلا للجماهير. في شركه متخصصه ذو سمعه طيبه وعلى درجه عاليه من الاحترافيه هي اللي بتامن طبقا للضوابط والمعايير اللي الامن طلبها. وفي برضو افراد من الامن النادي الاهلي وبرضو هم معروفين كويس جدا جدا لدى الجمهور ولدى اداره النادي ولدى الجميع باحترافيتهم في التعامل مع المواقف كلها. كل اللي مطلوب ان الجمهور يروح في المواعيد المحدده، ما حدش يروح ما بعد الساعه 8 لان هيقفلوا البيبان ان شاء الله. رقم التذكره عليه التذكره اللي مع حضرتك عليها رقم البوابه، بوابه 2 للاعلاميين والفرقتين ان شاء الله باذن الله. بوابة 3 للمقصورة الرئيسية والأولى شمال، بوابة 6 و7 للجماهير إن شاء الله بتاعتنا بإذن الله بحيث إن هم يخشوا سواء في جمهور سواء جايب أسرته سواء جايب أو بأطفالهم هو ده اللي إحنا عايزين نشوفه تاني في المدرجات. وشبابنا أنا عارف كويس قوي وأنا ما زلت براهن على وعيهم وما زلت براهن إن هم بيقفوا دار النادي الأهلي بس دون الخروج على النط هيشجعوا فرقتهم عشان خاطر الحلم يتحقق تاني ونرجع أفريقيا بإذن الله. يا سيادة العميد حضرتك كلمتني على الأمن اللي من رجال النادي الأهلي اللي هم هيتعاملوا مع جمهور النادي الأهلي لأن دول مهمين عندنا جدا بكرة لأنه جمهور الأهلي الواعي إن شاء الله يعني لن نجد مكان لقدم بكرة أو مش هيكون في كرسي فاضي إن شاء الله بإذن الله. الأمن الخاص بالنادي الأهلي علاقته هتبقى ايه بالامن اللي هيبقى مش من النادي الاهلي؟ لو انا كلمتك بصفتي كنت ضابط يعني يا حامد بعد اذن حضرتك الامن ده في دايما حاجه اسمها دوائر امنيه، الدوائر الامنيه دي ليها تخصصات، الدائره الداخليه او دائره الملعب ودائره المدرجات دي مسؤوليه الجهه المنظمه اللي هو امن النادي الاهلي وامن الشركه المتخصصه اللي احنا جايبينها. الدائره الخارجيه دي بتبقى للشرطه المحليه عشان خاطر التفتيش وتشوف التذاكر المزوره ونشوف البطاقات الشخصيه والقصه دي كلها. في دوائر امنيه، امن النادي الاهلي والامن الشركه المتخصصه هو اللي هيتعامل باخر نقطه لدخول الجمهور الملعب.
تمام، هو اللي هيتعامل في التفتيش، هو اللي هيتعامل في اجهزه النهارده جايه جديده مع الشركه اللي احنا جايبينها عشان خاطر تكشف على التذكره وتتاكد ان حامل التذكره هو صاحبها، في بياناته موجوده، حجز التذاكر كلها ده تم حجزه عن طريق سيستم وعن طريق الاونلاين، في بيانات بتخش، بياناتك بتديك النهارده اللي انت مسموح لك تاخد التذكره، التذكره بتيجي لغايه عندك عشان خاطر تخش تشجع فريقك فقط لا غير، بتسيب اي حاجه بره، اي خلافات بتسيبها وراك وبتخش عشان تشجع النادي الاهلي فقط وبتشجع الكوره فقط، لو عايزين الجمهور يرجع تاني ان شاء الله ان شاء الله هرجع اقول تاني، هو ده اللي احنا بنراهن عليه، وارجو من الاعلام وده دورنا ودوركم ودور الناس كلها اللي هي توعي الجماهير وهي رايحه تلتزم، ما تقلقوش من حاجه، انت بتحط بياناتك عشان خاطر انت راجع رايح تشجع كوره في كل العالم وفي كل المؤسسات النهارده على مستوى العالم، ما فيش منشاه بتخشها غير لما ليك بيانات صحيحه وبيتاكد البيانات دي انت صاحب البيانات اللي موجوده، طالما انت داخل ما عندكش مشكله. اللي بيخاف يدخل بياناته واللي بيخاف ياخد الكارت بتاع الاهلاوي او يدخل بيانات عشان يحجز عن طريق السيستم، ده ليه اغراض اخرى احنا ما بناش عايزينها، احنا في 2018 كاس العالم النهارده احنا شايفين الدنيا شكلها عامل ازاي والعالم كله بيفكر ازاي، احنا بعيد جدا جدا جدا. بكره جمهور النادي الاهلي بيلفظ التعصب، جمهور النادي الاهلي بيبدا بدايه جديده بشكل جديد خالص ان شاء الله باذن الله، وانا براهن عليه ومتاكد منه، رغم بكتب كل ما يقال، اصل احنا الناس في قعدت مع جمهور النادي الاهلي النهارده ما بقاش في روابط موجوده، النهارده ما بقاش في حد انت حابب تقعد معاه، احنا بنوجه رسائل عامه للناس كلها وبنراهن على هذا الكلام، النادي الاهلي بيراهن باقدارته وبيراهن بجمهوره، جمهوره بيحترمه من غير ما بنقعد مع حد، ولو قعدنا مع حد بنقعد مع الناس داخل النادي الاهلي اللي هي المظله الكبيره بتاعت النادي الاهلي، ما بنقعدش مع حد بره النادي الاهلي، ما بنقعدش مع حد في الاوض المغلقه عشان خاطر نقول حاجه، احنا اكبر من كده بكتير، اللي عايز يحط اسمه جنب النادي الاهلي عشان يشتري ما فيش فيه مشكله، احنا بنحترم الناس كلها واتمنى الناس كلها تتبادل معانا هذا الاحترام، وبرضه هرجع اقول تاني انا هرجع للاساس بتاعنا وهدفنا الاساسي اللي هي افريقيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. على كل اللي انت بتراهن على الجمهور بتاع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتراهن على اداره النادي الاهلي وعلى الجهد الكبير اللي عاملاه الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، وخصوصا في هذا التعاون اللي عرفنا تفاصيله، وربنا يوفق الجميع بكره ان شاء الله. دعواتكم يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق باذن الله.